هل رجل أعمال أمريكي هو اللي اخترع العربية؟ من الاختراعات اللي قلبت الدنيا اختراع العربية، وحالياً في أكتر من 1.5 مليار عربية حول العالم غيرت طريقة حياة الإنسان وسهلت علينا الانتقال من مكان لمكان بشكل أضع على تجارة الحصنة. لكن مين الشخص اللي اخترع العربية؟ مين الراجل اللي خلانا نوصل الجامعة راكبين تاكسي بدل ما نركب حصان زي النجم أحمد السقا؟ الغريب إن في معلومة دارجة منتشرة جداً، هي إن رجل الأعمال الأمريكي هنري فورد هو اللي اخترع العربية. المعلومة دي طبعاً غلط، مفيش رجل أعمال بيخترع حاجة، لكن فيها الظل من الحقيقة. الشخص الحاصل على براءة اختراع أول عربية هو المهندس الألماني كارل هانز. طبيعي مهندس يبقى مخترع، أما الرجل الأعمال عمل إيه؟ عمل الحاجة اللي رجال الأعمال شاطرين فيها، التسويق. هنري فورد قدر يعمل موديل للعربيات اسمه موديل تي، كان سعره مناسب للإنسان العادي وكان سهل للإنتاج بكميات كبيرة، وده اللي خلاه ناجح جداً في بداية القرن العشرين وبقى أشهر موديل في العالم. إذن زي ما أديسون ما اخترعش المصباح الكهربي لكنه طوره، هنري فورد ما اخترعش العربية لكنه طورها، ويا بخت من طور واستنفع. ليه ألفريد نوبل ما عملش جايزة للرياضيات؟ فكرة جوائز نوبل هي فكرة نبيلة. ألفريد نوبل مخترع الديناميت بعد ما كسب مبالغ طائلة من اختراع مدمر قرر يكفر عن ذنبه ويخصص أغلب ثروته لمجموعة جوائز بتغطي المجالات العلمية اللي ممكن تفيد البشرية في المستقبل. ده كلام محترم جداً، لكن ليه ألفريد نوبل ما عملش جايزة للرياضيات رغم إنها لغة العلم والأساس اللي بيتبني عليه أغلب الاختراعات والاكتشافات العلمية؟ السؤال ده متكرر بقاله أكتر من 100 سنة، لدرجة إن في إجابة خبيثة انتشرت بتقول إن ألفريد نوبل لغى جايزة الرياضيات علشان مراته كانت بتخونه مع مدرس رياضيات. طبعاً الناس بتحب الإشاعات والجوسب، وبقى ده هو السبب المعتمد عالمياً لغياب فرع مهم جداً من العلوم زي الرياضيات عن جوائز نوبل. لكن كالعادة الحقيقة ملهاش علاقة بالإشاعة، لأن ألفريد نوبل ما كانش متجوز أصلاً. السبب الحقيقي هو إن نوبل كان معتبر الرياضيات علم نظري جداً مش هيفيد الإنسانية بشكل مباشر، بعكس الكيمياء والفيزياء والطب اللي ليهم تطبيقات مباشرة واضحة واختراعات مفيدة. إذن ألفريد نوبل ما كانش زوج غيور، وجايزة نوبل مفيش وراها قصة خيانة زوجية. معلش إحنا أسفين يا عشاق الفضايح. هل في عناصر اتسمت على اسم علماء؟ بمناسبة كلامنا عن العلم والعلماء والجوائز والتكريمات، إيه أكتر تكريم تتخيلوا إنه حصل لعالم من العلماء؟ لو قلت الفلوس والجوائز والمؤتمرات ممكن يكون عندك حق، لكن هل كنت تعرف إن في درجة أعلى من التكريم؟ وهي إن عنصر يتسمى باسمك، مش شارع ولا ميدان، لأ، عنصر من عناصر الطبيعة يبقى باسمك. ده اللي حصل مع عدد محدود من العلماء وصلوا لدرجة من التكريم، إن بقى ليهم خانة في الجدول الدوري جنب الصوديوم والهيدروجين. من العلماء دول أينشتاين اللي بقى ليه عنصر اسمه أينشتاينم، عدده الذري 99. مدام كوري ليها عنصر باسمها اسمه كوريوم، عدده الذري 96. ألفريد نوبل نفسه اللي بيكرم العلماء تم تكريمه وبقى ليه عنصر اسمه نوبليوم، عدده الذري 102. فقولي لو الزهر لعب معاك تحب إيه من عناصر الطبيعة يتسمى باسمك ويبقى اسمه مثلاً محروسيوم؟ هل في وحدات قياس اتسمت على اسم علماء؟ ومن العناصر نروح لوحدات القياس، لأن عمليات التكريم لسه مستمرة معنا. بوشكاش محفوظ بيضحي النهاردة. هل كنت تعرف إن في وحدات قياس في مجالات كتير اتسمت على اسم علماء علشان تكريمهم في المجال ده؟ بصراحة ما كنتش أعرف، بس هو يعني إيه أصلاً وحدات قياس؟ التعريف الرسمي لوحدات القياس هي إنها مقدار محدد يستخدم لوصف كمية مادية، يعني كل كمية يكون ليها وحدة تتقاس بيها. مثلاً الطول بنقيسه بالمتر، الوزن بنقيسه بالكيلو، الحرارة بنقيسها بالدرجة المئوية. دي الوحدات القديمة، لكن لما نخترع حاجة جديدة زي الكهرباء وعايزين نقيسها نسمي الوحدة إيه؟ هنا بيظهر التكريم، بنخترع وحدة جديدة على اسم عالم من اللي ساهموا في الاختراع ده، يعني بقينا نقيس القوة بوحدة اسمها نيوتن. عارفين إسحاق نيوتن؟ بقى عنده وحدة ملكه واختاروا له وحدة القوة، وده علشان قوانين نيوتن الثلاثة بتوصف تفاعلات القوة بكل دقة. بنقيس الكهرباء بالأمبير نسبة إلى العالم الفرنسي أندريا أمبير، بنقيس فرق الجهد بالفولت
نسبة إلى العالم الإيطالي أليساندرو فولتا. بنقيس المقاومة بالأوم نسبة إلى العالم الألماني جورج سيمون أوم. الابتكار مش لازم ينتهي هنا، ممكن مثلاً في كرة القدم نخترع وحدة قياس للمهارة ونسميها ميسي، ونقول اللاعب ده بيؤدي النهاردة بمهارة ربع ميسي. طبعاً ماما لما تسمع الكلام ده هتقول إن أنسب وحدة تتسمى على اسمك هي وحدة الكسل، وإنك النهاردة كسلان بقيمة 15 محروس.